يا حبيبي جايب لك هدية وجاي لعندك. اوكي يلا يلا حسبي الله ونعم الوكيل. ايش صاير بالناس؟ كل واحد عم يشيل هدية وطاير فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ما بعرف. الو شو اسمك؟ لك وين جيت؟ وينك انت؟ لك جايب لك والله جيت الله وكيلك جيت وين انت؟ وصلت حتى السلام عليكم ما في. لك شو صاير بالبشر؟ عجبش ناخذ هاي ولا ناخذ هذا برو ولا ناخذ له البيجا ما عجب ولا ناخذ الدبدوب ولا جنب الدبدوب هذا؟ شو من ناخذ هدية لحبيبتنا بتعرف انت بعد كم يوم عيد الحب على فكرة شو تعال ساعدني خيو ساعدني شو ناخذ له؟ ناخذ له هاد ولا ناخذ له هذا؟ الشيء تابعه؟ ناخذ له هدية لحبيبتنا شان عيد الحب شان ايش هاي؟ يعني انت واحد بياخذ واحد بياخذ احمر شان ايش؟ يعني انت ما بتحب مرتك وخطيبتك حبيبتك غير بعيد الحب؟ هذا عيد بيحتفلوا فيه العالم، هذا عيد اسمه عيد الحب سووه مشان الحبيبين يعبروا عن مشاعر بعض لبعض. يعني انت ما بتحبها غير بعيد الحب؟ طب انا طب ليش ما بتاخذ لها هدايا بايام العاديه؟ يعني ما عندك غير عيد بالسنه مره بتحب مرتك انت؟ لا الله واحد بحبه بس بهذاك اليوم بنحب تنحب اكثر. شو هالقناعه اللي عندك يا زلمه؟ خلص خذ لك تاخذ لها هديه عفله. طب انا اخذت هديه امبارحه، اخذت لها نيد عذر. طب ليش اخذ لها الا بعيد الحب؟ انت بتحب اخذ لك كل اسبوع عشان انا فاضي كل يومين ثلاثه اخذ لها هديه. خلص نهار واحد بعطيها هديه كويسه بعبر لها عن حبي لها. انت ما بتعبر غير اليوم، عبر لها عن ايامك العاديه. يعني حرام هذا اليوم عيد الحب اقترعه. انت بدك تحب مرتك تحب خطيبتك شو ما كان تحبها بايام العاديه. ليش شباب هذا شكون؟ هلا محمد يعني فهمت علي؟ ابو عزام مش عم تسوي شو فيك؟ جاي اشتري هديه لحبيبتي بعيد الحب. انت كمان؟ يا والله انت كمان؟ والله جاي اشتري لك انا تعطر اشوف اذا في ساعه حلوه هيك. كويس صرنا اثنين معنا ماشي. ليش ايش في؟ انا كمان جاي اشتري. طيب مو بس ابو عزام صايح. واحد ياخذ هي صايح يعني صح خلاص يعني. ليش ايش في شو صاير ايش في؟ ما صاير شيء يا ابن الحلال، بس انه انا عم بحكي وبنصحه. يعني انت ما بتحبه غير بهاليوم، طب حبوه بالايام العاديه. نحن يا رب بس اليوم بدنا نحب الزيادة. لا غلطان انت اسمع حبيبي، اسمه عيد الحب، اسمه عيد الحبايب، يعني الاثنين بحبوا بعض. هذا اليوم عيدهم، فهمت علي كيف؟ ولا ادخل لك اياها مخك على السوا؟ طب ليش ما بحبوا بعض بايام العاديه؟ هاليوم بنحب بعض ايوه، بس هذا اليوم غير كل الايام، فهمت كيف؟ فعجب امر بعض المسلمين الذين يتشبهون بهم ويشاركونهم في هذا الاحتفال، متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. معناته انتم ما بتحبوا بصراحه، هي خطاب مني من الاخر. لو انت وياه بتحبوا تاخذوا بالايام العاديه، بتحبوا مرتكم على طول، خطيبتك او مرتك ما بعرف بتحبوه على طول مو بيوم واحد. هذا الشيء انا ما بعتبره. هذا بالعكس ليك انا كمان بحب انا بحب الحب تمام. لا مو عيد الحب، اسمعني كلمتين بس حكي له روح مع الماني فاضي. شو بدكم عملوا؟ لما بتحب بتحب يوميا، ما بتحب مره واحده او ساعه. هو نحن هيك عم نسميه لك ليش؟ انت ومجمعين حبكم كله بسنه واحده بتاخذوا، انا لما بدي اخذ باخذ كل اسبوع مره لخطيبتي، مو مثلكم كل سنه مره. بس يلا المهم انا بدي انصحكم نصيحه واحده، بتحبوا بتاخذوا بالايام العاديه، اي حب هو انه حرام. انا بعتبره حرام. ايش حرام؟ بتحب حرمتك بتحب خطيبتك تاخذ لها بالايام العاديه. انت ما بصير تحرمها كيفك. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه الاحتفال بيومين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، قائلا لهم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، فليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. أنا ماني محرم هذا الشيء، وليش كنت معاك؟ خذوا راحتكم، والله باين عليك العالم. بس خليها نصيحة عندكم، لما بتحبوا حبوا على طول، مو تحبوا يوم واحد. يلا بدكم شيء؟ لا سلام. فلا يجوز للمسلم الاحتفال بهذا اليوم الوثني وإظهار البهجة فيه، مشاركة المحتفلين به، بيع الهدايا المخصصة لعيد الحب أو شراؤها أو قبولها هدية. ولنتذكر دوما أن الإسلام أعلى من شأن الحب الحلال.